السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في قناة النجم. أهلا أهلا، الله يحييك شيخنا. تفضل تفضل عادي. استفدت منك كثيرا. جزاك الله خير. قبل مجيء للجامعة كنت أتابعك. ما شاء الله. قبل قبولي أنا جئت في هذا الفصل الأخير. الله يبارك الله. الله يحييك. هذه الأمور يعني تنفع كثيرا. صدقت. صلى الله أن ينفع بك. آمين يا رب. في أي كلية؟ أنا في هذه الكلية. اللغة العربية. نعم. ما شاء الله. من أي دولة؟ أنا من سيراليون. سيراليون. نعم. تشرفت حبيبنا. الله يحفظك. الله يبارك الله فيك. الله يجزيك خير الجزاء. وياك. بدأ الترشيح وانتهى الترشيح. الطلاب من سيراليون وجدوا الترشيح. والله ما ادري الخبر، بس انا حصلت، انا مو من منسوبي الجامعه. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. خير الشيخ. تريد حاسب اي؟ حاسب عليك. بعد كليتي. السلام عليكم. عليك السلام. الشيخ انت اليوتيوبر؟ ايوه عرفتك والله، سبحان الله. اراك على اليوتيوب رايت على الواقع. ما شاء الله بارك الله فيك. جزاك الله خير. ما ارتفع هنا عند اسجل الان فيديو. انا اصلا لا تقدر يعني مو واقف. لا 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 بسلم عليك. جزاك الله خير. وياك شيخ. السلام عليكم. الله يحفظك. الله يحفظك. اذا لا اقاطعك كثيرا. تمام حبيبنا. وياك الله. وياك وياك. شكرا. بارك الله فيك. الله يجزيك خير. وياك وياك حبيبنا. الحمد لله. والله أنا قصدي مو قصدي أن أستفيد من اليوتيوب وكذلك أن أكون مشهور أو أن يمدحوني الناس، والله ما سويت لهذا ورب الإيمان. أنا بدأت عن أتكلم عن الجامعة الإسلامية وأنا في الصومال. بعدما حصلت القبول النهائي بدأت التسجيل على الجامعة. لما قبلت الجامعة كانت مفتوحة في نفس هذا الوقت، في نفس هذا الوقت قبل أربع سنوات قبلت، وبعدها سجلت وشفت الجامعة مفتوحة وسجلت فيديو على كيفية التقديم، أول فيديو. الحمد لله. هذا أحب فقط أن أساعد الناس، ما أحب والله اليوتيوب ما يجيب شيء. بعضهم يقولون بس تنزل فيديوهات عشان تربح من اليوتيوب، عشان تستفيد من اليوتيوب، عشان والله ما أحصل منه ولا شيء ينفعني. من شهر الآن، في شهر، نحن في شهر الآن، خلاص بكرة إن شاء الله يبدأ شهر 6. من شهر 1 2 3 4 5 نزل لي 400 ريال. 400 ريال يقارب 100 دولار. ما في فائدة، ما ينفعني شيء. وما لو كنت أحصل في كل شهر 100 دولار، أيوة أستفيد، لكن في 4 شهور أو 5 شهور 100 دولار ما في فائدة للناس. المهم أن أنفع للناس والله العظيم.